جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أرشدوني إلى أحسن طريقة لاستثمار أموالي وفقكم الله لكل خير. الاستثمار المباح كثير، وللأنواع الاستثمار المباحة كثيرة ولله الحمد، البيع والشراء والتأجير، شراء أو بناء العمارات أو الدكاكين للتأجير أو المساكن، كل هذا من الاستثمار الطيب، والزراعة وغرس الأشجار، كل هذا من الاستثمار المباح والكسب الطيب إذا كان لصاحبه الصدق وعدم الغش. وكذلك لو دفعت المال إلى ثقة أمين يتاجر به ويبيع ويشتري، وما حصل من الربح يكون بينك وبينه على ما تشترطان، هذه هي المضاربة الشرعية. كذلك إنشاء الشركات الإنتاجية كشركات المصانع، مصانع الإسمنت أو مصانع الحديد أو مصانع الورق أو المطابع أو غير ذلك، كل هذا من الاستثمار الطيب المباح ولله الحمد. نعم.